ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم اللي هم مين؟ المنافقين. وسورة التوبة مليانة ومنهم ومنهم، لأنها بتفضح المنافقين. طبعا المنافقين، من المنافقين من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا عنه إيه؟ ويقولون هو أذن. يعني إيه هو أذن؟ أيوة أحسنت، صح. مش الأذن بتاع المعروفة، لا، أذن يقصد بيها الاستماع. يعني إيه الاستماع؟ يسمع الأعذار ويقبلها. إيه؟ بس طبعا احنا مش هنقول كده عشان نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي بيقصدوا كده. يسمع الأعذار ويقبلها، يعني هم يقعدوا يستهزئوا ويقعدوا يسخروا من النبي ومن الصحابة ومن القرآن ومن الدين. فنقول لهم طيب الرسول هيسمع هيعرف الكلام ده؟ قال لك يا عم ما يهمكش، ده النبي ده كل ما تقول له أي عذر هيقبله ويصدقه، أي حاجة تقولها له يصدقها. شوف الطعن الشديد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانا على فكرة، خطر المنافقين ممكن يكون أشد من خطر الكافرين اللي كانوا بيحاربونا في الغزوات، لأن دول بيفتتوا في جدار المجتمع الداخلي. نعم، لأن ده بتعتبره مسلم زيك، فعمال يحبط فيك ويقلل من شأن من تعظمهم، يهون من قدرهم في قلبك. فالقضية دي قضية خطيرة، لأنه في زعزعة للقوة الداخلية بتاعت المسلمين، فهم شغالين على تقويض جدار الأمة من الداخل، فالكفار من الخارج والمنافقين من الداخل. فكلمة أذن يعني يستمع للأعذار ويقبلها. عشان كده بقى لما تقرأ قول الله إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، طبعا انت بتقرأ ممكن تخدش بالك، بس خد بالك كده، وأذنت السماء، وأذنت لربها، السماء تأذن لله عز وجل. نعم، لا، هي ملهاش دعوة بالإذن خالص، استمعت، لأن كلمة وأذنت بمعنى الاستماع مش من الإذن والسماح، خلي بالك. حتى الشاعر بيقول صم، الشاعر ده بيشتكي ان قومه لما يتقال عنه حاجة حلوة لكنهم مش سامعين، ولما يتقال عنه حاجة وحشة يسمعوا قوي ويركزوا قوي. فاشتكى يا عيني ويقول ايه؟ صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به، مش سامعين، صم، وان ذكرت بسوء عندهم اذنوا، يعني سامعوا. عرفت يعني ايه اذنوا بالظبط؟ لا، الاذان دي حاجه تانية، الاذان اعلام بالنداء. يبقى الاذن جاي من الاستماع، يسمع ويقبل. عشان كده قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران، ده حديث، ما اذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. فأنت تقول يعني ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، الربط. لكن لما فهمت أن كلمة أذن يعني سمع، يعني ما سمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. أيوة، يعني ربنا يسمع لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن، ده شيء طيب جداً. ربنا لا يأذن، لا يسمع لشيء كسماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن. التغني هنا بالقرآن سنة، لأنت تحسن صوتك بالقرآن. جميل، بيقرأوا القرآن طبعا، في يعني صوت جميل يعني.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فربنا بيقول لهم قل أذن خير، يعني النبي بيسمع الخير. وعلى فكرة النبي كان يعلم الكاذب من الصادق. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين. عارف اللي عنده أعذار حقيقية من اللي عنده أعذار وهمية. عشان كده سيدنا كعب لما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير، فالنبي قال ايه؟ كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، دول الثلاثة الذين تخلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وخلفوا هنا مش تخلفوا أو خلفوا في الغزوة، يعني خلفوا يعني أرجئت توبتهم، اتأخرت توب، ربنا أخر توبتهم عن البعض زي ما هنعرف بالتفصيل. المهم ويؤمن للمنفقه، لما سيدنا كعب جه فقال له ايه؟ اما هذا فقد صدق. الله، طب والناس اللي قبليه ما صدقوش. فكان ايه؟ يصدق المؤمنين ويعلم كذب الكاذبين صلى الله عليه وسلم. بس هو كان بيعرض عن المنافقين، اللي يقول له كذا واللي يقول له اتفضل خلاص. يبقى يؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين. فهو النبي سماع للخير، يعرف الصادق منكم من الكاذب بإذن الله عز وجل. ورحمة للذين آمنوا منكم، لأن اللي تقبل دعوته وعمل بما فيها ودخل الجنة كانت دعوته رحمة له. عشان محدش يقول لي لما ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، طب ما الكفار والمنافقين هيخشوا جهنم ويخلدون فيها، يبقى فين رحمة؟ هو النبي رحمة للعالمين، بس في ناس قبلت هذه الرحمة وناس أعرضت عنها. زي لما نقول لك في بير في الأرض دي، في ناس تروح تسقي منها وتاخد منها، وناس تقول لك لا مش عايزين. معنى كده أن البير حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة، بس الناس اللي أعرضت. فنبي رحمة للعالمين، هتاخد بكلامه وهتلتزم بسنته ستنال الخير الكثير. أعرضت عنه فأنت الملوم، أنت الذي أعرضت عن هذا الخير. ورحمة، عشان كده ربنا قال إيه؟ ورحمة للذين آمنوا منكم. طب الناس بقى عماله تقول هو أذن وبيقبل الأعذار وبيصدق أي حاجة، ده كده هيتسابوا؟ لا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ده رسول الله، فالله عز وجل لن يترك هؤلاء الذين يطعنون فيه ويعيبون فيه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم الله اختاره من الناس ليكون رسولا عنه أو رسولا له صلى الله عليه وسلم. فإحنا موقرين له ومحبين له ومعظمين له، لأن الله أمرنا بذلك. احنا عندنا الإساءة إلى رسول الله نقد من أو كفر ومن نواقض الدين، مش قضية سهلة إن أنا أسب النبي أو إن أنا أطعن في النبي أو نحو ذلك، ده يخرجني من الملة أصلا. عندنا كل توقير وتعظيم واحترام وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بذلك. إيماننا لن يكتمل إلا بحبنا وتعظيمنا وتوقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة العذاب، ده نوع من التصرف في الآيات. يعني لو كان الأمر على منوال واحد عذاب أليم في كل شيء، ممكن الإنسان يعني ليس من حسن البلاغة، والقرآن تميز بالبلاغة. إنما ما عندناش أدلة إن العذاب الأليم لفئة معينة والعذاب الشديد لفئة معينة، إنما اللغة مليئة بالترادفات، فالقرآن يستخدم المترادفات، والعلم عند الله.
ربنا يعلم كل إنسان ما يستحقه من العذاب، إنما الأصل نقول إن فلان الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، ونلتزم بما جاء في القرآن في ذلك. إنما مقصود الله عز وجل ده عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن القرآن بيعبر عن المعنى بأكثر من لفظ، ولأن ده من تمام البلاغة، والقرآن تحدى العرب بهذه البلاغة العظيمة.